فما هو مفهوم الدولة العميقة؟ ما هي مكونات الدولة العميقة؟ ما هي مجالات استعمالات الدولة العميقة؟ وما هي علاقة الدولة العميقة بباقي مكونات الأجهزة ومؤسسات الدولة المنتخبة؟ وما علاقتها بالخارج؟ مرحبا بمتتبعي موقع ريحانة بريس. نلتقي مرة أخرى، هذه المرة مع سلسلة جديدة حول مفاهيم سياسية، وكأول حلقة نتحدث عن مفهوم الدولة العميقة. الدولة العميقة، الحكومة المزدوجة، الجهاز البيروقراطي الحكومي، حكم العسكر، الدولة الأمنية، مجموعة ديال المصطلحات والمسميات كنسمعوها بشكل كثير، خصوصا بعد ثورات الربيع العربي. في تسعينيات القرن الماضي ظهر مفهوم كيبان أنه جديد، لكنه قديم جدا، له مسميات مختلفة، النتيجة واحدة، هو مصطلح الدولة العميقة، مثل دولة داخل الدولة، حكومة الظل، الحرس القديم، مراكز القوى، الدولة المزدوجة أو الدولة الموازية، إلى غير ذلك من المصطلحات. فما هو مفهوم الدولة العميقة؟ ما هي مكونات الدولة العميقة؟ ما هي مجالات استعمالات الدولة العميقة؟ وما هي علاقة الدولة العميقة بباقي مكونات الأجهزة ومؤسسات الدولة المنتخبة؟ وما علاقتها بالخارج؟ الدولة العميقة عبارة عن شبكة سرية خاصة كتكون من مجموعة من المسؤولين الحكوميين وكيانات ومنظمات كبيرة كتنشط في أغلب الأحيان في المجالات المالية وفي الصناعات العسكرية. هو جهاز غير مرئي يمارس تأثير ويمارس نفوذ قوي على الحكومة السياسية المنتخبة، وفي الغالب هذه الحكومة المنتخبة كتخدم تحت الإمرة ديال هذا الجهاز وبتعاون معه، نادرا ما يختلفا ويتصارعا. جهاز الدولة العميقة ورجالات دياله لا يخضعون لأي رقابة برلمانية أو مساءلة قانونية أو أي متابعة قضائية، لأن الجهاز ما تأسسش وفق القانون. الرجالات دياله لا يتحملون أي مسؤولية واضحة أو تابعة لمؤسسة قانونية، لكنها تعمل خارج القانون. الهدف ديالها هو التأثير على سياسات الحكومة الرسمية، بل توجيه هذه الحكومات بما يخدم مصالح الدولة. وكما يقال هي عرائس، الحكومة هي عرائس تحركها الدولة العميقة بالريموت كنترول ومن وراء الستر. الدولة العميقة مصطلح يشير إلى شبكة من الأفراد أو المؤسسات داخل الدولة التي تمارس تأثير ونفوذ قوي على السياسات الحكومية وصنع القرار بلا ما تكون حكومة منتخبة بشكل ديمقراطي أو كتبع الهيكل الرسمي للدولة. كذلك رجال الأعمال اللي كيخدموا مع جهاز الدولة العميقة لتحقيق الأهداف المشتركة بينهم أو لحماية مصالحهم الخاصة، بغض النظر عن الحكومة المنتخبة اللي هي جزء ومكون وأداة من مكونات الدولة العميقة. بعض الخبراء يقولوا أن الدولة العميقة هي عالم سفلي غامض كتخدم فيه عناصر قوية داخل هذه الدولة، وخاصة الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية. يمكن كذلك في هذا العالم السفلي يكون تعاون هذه العناصر مع العناصر المتحكمة بعالم الجريمة الجنائية للقيام بعمليات خاصة غير قانونية بحال الاغتيالات وغير ذلك لصالح النخبة أو لصالح الدولة العميقة، خصوصا كنلقاو في هذه النماذج هذه في الدول الغربية بحال أمريكا، روسيا، إيطاليا ودول أمريكا الجنوبية اللي لهم ارتباط قوي، يعني الدولة العميقة لها ارتباط قوي بالمافيات من أجل تنفيذ واحد مجموعة ديال الاغتيالات داخل هذه الدول أو خارج هذه الدول. كاين نماذج أخرى، حنا اكتفينا بهذه النماذج فقط. الدولة العميقة كتحرك مستعينة بإمكانات خفية كتوفرها الدولة وكتخصص لها ميزانيات سرية كبيرة، كيكون النشاط ديالها بعيدا عن سيطرة أجهزة الدولة الرقابية الرسمية والحكومية. أصحاب هذا المفهوم استخدموه في نظريات المؤامرة على اعتبار أن هذه الشبكات كتخدم في الظل وكتتحكم في الأحداث والسياسات بطرق لا تكون مرئية لعامة الناس. فالدولة العميقة هي مفهوم مثير للجدل، يستخدم لوصف القوى الغير المرئية اللي كتتحكم في السياسات الحكومية كما قلنا. فهل هو جهاز حكومي أم جهاز أمني أم جهاز مدني أم كل هؤلاء جميعا؟
ما هي مكونات الدولة العميقة؟ الدولة العميقة يمكن حصرها في مجموعة ديال المؤسسات: الأجهزة الأمنية والاستخباراتية مثل الجيش والشرطة ووكالات الاستخبارات، الموظفون الحكوميون اللي كيكونوا في مناصب عليا في الدولة كيملكوا معرفة وخبرة واسعة، القضاة والمحامون اللي كيأثروا وكيشرعوا تشريعات وقرارات قانونية، كذلك رجال الأعمال والمؤسسات المالية الكبرى اللي كتمول وكتأثر على سياسات الحكومية، وسائل الإعلام كالإعلاميون والصحفيون المهمة ديالهم توجيه الرأي العام، السيطرة على المعلومات بمعنى التحكم في تدفق المعلومات وتوجيه الرأي العام أيضا. من الناحية الاقتصادية كاين بما يسمى بالتلاعب الاقتصادي بمعنى التأثير على الأسواق والسياسات المالية والتحكم فيها، ويصبح المواطن زبون في هذه الأسواق كيشري بالثمن اللي بغاو هاد رجال الأعمال وهاد الناس المتحكمين في الأسواق. من الناحية القانونية تطبيق القوانين بطرق تحقق أهداف الدولة العميقة، أما ثقافيا ودينيا يقدر يكون ضمن هاد التشكيلة وعلى حساب الضرورة بعض جمعيات المجتمع المدني وبعض المثقفين والفنانين والزوايا الصوفية ومؤسسة إمارة المؤمنين بحال المغرب أو الكنيسة المرتبطة بالمسيحية العالمية مثل مصر مثلا، ويقدر يغلب على الدولة العميقة طابع المدني بحال المغرب وتونس وفرنسا، ويقدر يغلب عليها الطابع العسكري مثل الجزائر مصر كوبا، وتقدر تكون من جانب مدني أو عسكري مثل الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تكون الدولة العميقة تحت نفوذ طائفة دينية مثل سوريا أو تحت سيطرة رجال الدين كما كنشوفوا في نظام ولاية الفقيه في إيران. نشوفوا ده الآن بعض النماذج الدولية للدولة العميقة. مثلا الولايات المتحدة، أمريكا كتعتمد على مجموعة من الكيانات هي اللي كتشكل الدولة العميقة. كاين واحد مجمع سميته مجمع الصناعات العسكرية، هو مصطلح استخدمه الرئيس إيزنهاور للإشارة إلى النفوذ الكبير اللي كتمارسه الشركات المصنعة للأسلحة والقوات المسلحة في أمريكا. هذا جزء كبير ومكون كبير من المكونات الدولة العميقة في الولايات المتحدة. من ناحية السياسية كاين وكالات الاستخبارات مثل وكالة المخابرات المركزية CIA، مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI اللي كتمارس نفوذ كبير وراء الكواليس. تركيا مثلا، الدولة العميقة التركية كتكون من شبكة غير رسمية من الجيش وأجهزة الاستخبارات النخب السياسية والاقتصادية، بعض النخب السياسية والاقتصادية اللي هي اللي كتدبر شؤون الدولة بطرق كتجاوز الحكومة المنتخبة. مصر مثلا، الجيش المصري كيلعب دور كبير في السياسة مهم وفي الاقتصاد، وكيتحكم في جزء كبير من الاقتصاد الوطني. جهاز المخابرات العامة المصرية وجهاز الأمن الوطني كيمارسوا تأثير قوي على الحياة السياسية كذلك والأمنية. نشوفوا الآن كيف تشتغل الدولة العميقة. أولا على مستوى الإدارة، يعني من أجل تنفيذ مشاريع الدولة العميقة والمخططات ديالها كتقوم بزرع موالين لها والطامعين في الاستفادة من الريع ديالها في مختلف الأجهزة الإدارية من أدنى سلم إداري إلى أعلى، مع الحفاظ على نقل هذه العملية من السلف إلى الخلف بشكل كيحفظ الولاء والتبعية اللي كتكون قائمة على المصلحة. أهم جهاز هو جهاز الداخلية مثلا في مصر والمغرب وتونس. كيجي بعد ذلك التحكم في الانتخابات بجميع أنواعها من أجل تشكيل حكومة سياسية متحكم فيها خاضعة لأوامر الدولة العميقة وتابعة لها، لأن الحكومة السياسية واجهة فقط قانونية لتمرير كل المشاريع والمخططات ديال الدولة العميقة، اللي كتبقى بعيدة عن أي محاسبة أو مساءلة.